جاموس الماء حيوان مدجن آخر في الصين. يوجد أكثر من 10 ملايين جاموس مدجن في الصين، ويستخدم جاموس الماء في الفلاحة وحمل البضائع وجر العربات. قوة إبصار جاموس الماء جيدة، لكنه لا يستطيع رؤية اللون الأحمر. لكل من الذكر والأنثى قرون، لكنها أكبر من أي قرون أخرى، ويصل طولها لأكثر من 1 متر. لكن الحيوان السري ليس مدجنا. سنعطيكم معلومة أخرى، الحيوان السري لا يتواجد إلا في المناطق الصينية.